بصراحة أنا كثير انبسطت بتليفونك الصبح، كنت خايف إنك ما تهتمي بعرض الشغل. عفوا، بس بقدر أعرف شو طبيعة العمل؟ أنت بتعجبيني كثير، يعني طبعا أنا بشوف صورك بالمجلات وبيعجبني غير جمالك، مسموعياتك الكويسة وشخصيتك القوية عفوا أستاذ وسام، بتشكرك على الكلام اللطيف، بس هذا شو له علاقة بالشغل؟ الحقيقة أنا سمعان قديشك مثقفة، وحسيتك فعلا بنت مختلفة، ولحتى أكون واضح وصريح معك، أنا صار لي فترة عم فكر فيكي. وضح كتير الشيء اللي بدك يعني فيه يا أستاذ، بس كتير هذا الأسلوب قديم وسخيف، وعيب على واحد مثلك يتبع هيك أساليب. أنسليلا طولي بالك إذا بتريدي، واضح إنك فهمتيني غلط. أنا يمكن طولت شوي بالمقدمة، بس كل قصدي إني أوضح لك ليش نحن اخترناكي إليك بالذات، رغم إنه عندنا غيرك خيارات كتير متاحة لهالوظيفة. شو يعني؟ كنت عم أقول إنه صار لي فترة عم فكر فيكي لحتى تستلمي قسم الأزياء عندنا بالمجلة، طبعا بما إنك يعني خبيرة بالفاشن وعارضة أزياء، وهذا هو السبب اللي خلاني أعد كل الصفات قبل ما تعصبي علينا. الو، اهلين ليلى. الو سميحه، بدي احكي لك على شغله. هلا انت اذا بتجيك هديه شو بتعملي؟ بنبسط. بعرف بتنبسطي، لك مو هاد قصدي. عم شو مخك اسميك، رح اشرح لك اياها. اذا كانت هاي الهديه واصلتني لإلي من مديري بالشغل، شو بيكون معناها؟ يعني تطبيقة. متأكدة؟ ايه متأكدة، يعني ما في شاب بيهدي بنت الا اذا كان قصده شيء. يعني مثل شو؟ يعني شو بيعرفني مثل شو، بس لو قصده شريف كان لازم يقلك انه معجب او يلمح لك على القليلة، مو يجيبك شغلك عنده ويهديك هدية من اول يوم. اي والله ما بعرف لولاي شو كان صار بهالبنات، لسا كله بده نصايحي. معقول شو وقح؟ عن جد وقح. انت كيف تسمح لحالك تعمل هيك عملة؟ طيب بعدين. خير، عن شو عم تحكي؟ عن شو عم بحكي؟ عامل حالك مو فهمة؟ شو هاي الهدية؟ شو بفهم منها؟ عن انو هدية عم تحكي؟ ليش انا جبت لك هدية؟ بلشوا وهي اذا قصدك هي هي الهديه تفضل افتحيها. لا يا سيدي ما راح افتحها، واذا انت معتبر القصه لعبه ومزحه هي اهانه كثير كبيره بحقي، وانا ما راح اسكت لك عنها بنوب. طب يا ستي افتحي هالعلبه بالاول وبعدين لا تسكتي. ما في داعي تقلب الموضوع لمزح، وتفضل هي استقالتي. طيب طولي بالك، اذا ما بدك تفتحي انت العلبه انا راح افتح لك اياها. هاي بتنحط قدامك هيك على الطاولة، يعني اسمك. هذا الشيء مو بس لإلك بنعمله، كل ما اجى لعنا موظف او موظفة بنقدم له اسمه لينحط قدامه على الطاولة، محطوط بعلبة على شكل هدية. الهدف من هالعملية اني حسس كل الموظفين الموجودين هون بالمجلة على انهم هن جروب واحد ولاد هالمجلة. انا ما عندي اي اهداف خفية، وبعتذر اذا فهمتي اي شيء غلط. واذا حدا لا سمح الله ترك الشغل عندنا بالمجلة، منقدم له اياها سيفونير لحتى يضل يتذكرنا. هذا كل شيء، لا اكثر ولا اقل. قلتي لي طلب استقاله، صراحه هذا اسرع طلب استقاله اجاني بحياته. يا الله
روحت على حالي أحسن شغل كان ممكن يصح لي بحياتي. معقول يعطيني فرصة ثالثة؟ هلا شو بيصير إذا مرقت لعنده واعتذرت له؟ لك لا، ليش لا يقبل؟ بعد ما أتأكد إنه وحدة معقدة وكوكو وهشة بسيء الظن بالناس.